الولايات المتحدة الأمريكية تستغل جميع الثغرات وتستغل جميع الأمور لمحاربة العراق اقتصادياً، وهو جزء من مسار تقييد حرية العراق على حصوله على الأموال، على اعتبار أنه هذا الموضوع يدر على العراق بأموال جيدة باستثمار الأجواء في تعزيز اقتصاد الدولة. واليوم يجب على السلطات وعلى الجهات المعنية بهذا الموضوع أن تحاجج الولايات المتحدة بما تمتلكه من أدلة لكي ترفع هذا الظلم على الحركة التجارية العراقية وعلى حركة الأجواء. دولياً أي طائرة تمر بأجواء ترانسيت تدفع كذا مبلغ، هاي واحد راح ننحرم منه، هاي مبالغ، هاي ضرر اقتصادي. الضرر الثاني كل الخط هذا التجاري إذا تغير راح يتغلى المواد على دول المنطقة وعلى العراق، أنه ماكو شيء يجينا إلا من بلد لاخ وطريق لاخ، يعني الطريق المضاعف راح يتحمل فلوس أكثر لأنه ضريبة أكثر. شوف، التضييق الأمريكي على كل المستويات للعراق هو مستمر ومتواصل، وهذه أيضا تعتبر ضريبة الدفاع عن القضية الفلسطينية ولها أبعاد كثيرة. ولا شك أن الأمريكان هم راصدين لكل التحركات العراقية تجاه القضية الفلسطينية، لذلك هم دائما يذهبون باتجاه الجانب الاقتصادي الذي يشعرون وهو الواقع أنه هو يؤثر على العراق بصورة مباشرة. لذلك هذا الحظر على هذه الطائرات هو حظر اقتصادي متعمد. في العراق لا طائرة بالأجواء إلا وقيدتها قرارات الأمريكيين، تملأ السماء بالمسيرات وتلقي بالخروقات على باقي الأطراف، لا تحليق إلا بالموافقات، ومن يجتاز المحظورات يدفع الغرامات. سطوة بعنوان السلطة تفرضها الولايات المتحدة على الحركة الجوية، وبما أننا تعودنا منهم أن يكون العذر أقبح من الفعل، فإن التهديدات الداخلية هي المسوغ لمثل هكذا قرارات. كأننا نسينا أو نحاول أن نتناسى بأن الجاني بأي محاولة لزعزعة أمن العراق بواسطة الطائرات تنطلق عملياته من قواعد التحالف الدولي، فمن يحق له الحديث عن الأنشطة العسكرية في هذه الحالة؟ الحال لا يختلف كثيرا في التلوث البيئي، معامل تنفذ السموم وانبعاثات النفايات تسكم الأنوف، والكبريت يكتم على أنفاس العراقيين، والإجراءات إما غائبة أو حاضرة ونحن اللي غائبون. فمن المسؤول ومن الذي سيضع الحلول؟ واقع يبحث عن تغيير، فهل سنشهده حقيقة أم سنشاهد منظر السماء المغبرة يتكرر يوميا؟ حياكم الله. ملفنا الأول راح يكون عن قرار السلطات الأمريكية بتمديد القيود على الرحلات التجارية في الأجواء العراقية حتى أكتوبر من عام 2027. راح نتناقش بهذه المحاور مع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل الدلفي، حياك الله. أهلاً وسهلاً. كما أرحب بالباحث والاستشاري في شؤون الطيران الأستاذ فارس الجواري، حياك الله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. دكتور عادل، اسمح لي أن أبدأ مع أستاذ فارس ليطلعنا على ما جرى، يعني تحديدا ماذا يعني تمديد إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة القيود المفروضة على رحلات الطيران التجاري في الأجواء العراقية؟ أريد أسألك عن تداعيات هذا على العراق، تفضل. شكرا للاستضافة. بالبداية أحب أوضح بعض الأمور. القيود أو الحظر اللي يصير على رحلات الطيران فوق أجواء دول معينة أو مناطق معينة هي نوعين،
اكو حظر خلينا نقول عليه خاص واكو حظر عام. الحظر الخاص تتخذه الشركات النقل التي تمر عبر هذه الاجواء او تستخدم مطاراتها، وهذه يمكن شفناها في بداية موضوع العدوان على لبنان، من اتخذت بعض الشركات بشكل خاص عدم تواجدها بالأجواء العراقية وعدم نزولها في المطارات. وأكو نوع آخر هو النوع العام اللي تتخذ سلطات الطيران. من هي سلطات الطيران؟ هي المخولة بإعطاء موافقات الطيران لشركات خاصة بها أو شركات متحالفة مع هذه الشركات. فمثلاً بالموضوع الحالي اللي إحنا نحكي عليه، هذا الموضوع سلطة الطيران الأمريكية FAA أعطت تحذير بعدم المرور بالأجواء العراقية منذ عام 2014، يعني انقطعت هذه الطائرات الأمريكية والمتحالفة معها بالمرور بالأجواء العراقية. هذا الحظر انفتح عندنا بال 2021 بشكل جزئي. شنو نقصد به بشكل جزئي؟ انه ممكن الطيران فوق الاجواء العراقيه بارتفاعات اعلى من ال 35,000 قدم. طيب اما اقل من هذا الارتفاع فما يصير. فلذلك هذا الحظر اللي صار من الطيران الامريكي لا يشمل فقط الطائرات الامريكيه او الشركات الامريكيه، لا بل تشمل حتى الشركات المتحالفه مع هذه الشركات اللي تدخل وياها باتفاقيه يسموها الكوتشير، يعني اتفاقيه خلينا نقول الرمز المشترك. يعني مثلا احدى الشركات الامريكيه خلينا نقول عندها تحالف ويا الشركه الاماراتيه او الشركه العمانيه، حتى هذه الشركات اللي متحالفه ويا الشركات الامريكيه فرضت عليها هذا الحظر. فهذا المفهوم اللي صار بموضوع الحظر. هذا احنا خلي اكون صريح ودقيق، الحظر تمديد الحظر اللي بدا من 2 خلينا نقول لحد 27 انا اعتبره بالعكس، يعني قللوا من القيود. هذه القيود صح مستمره لكن نزلوا لحد 32,000 قدم. فهذا 32,000 قدم يعني قصدي انه ممكن الشركات هذه الامريكيه والمتحالفه تطير فوق 32,000 قدم مو تحت ال 32. يعني حضرتك حتى افهم استاذ فارس تقول انه بامكاننا ان نتخطى هذا الحظر، يعني بامكاننا ايجاد حلول. شوفي هو هذا الموضوع مثل ما قلت لك موضوع عام. هم طبعا اكو 3 اسباب دعت السلطات الامريكيه انه تحظر هذه الشركات والمتحالفه معها. اولا كون المنطقه متوتره، هاي معروفه للكل يعني بشكل عام. هذه المنطقه المتوتره ممكن انه هذه الطائرات المدنيه تتاثر بثلاث مخاطر. هذه المخاطر هي الصواريخ الارض جو او الطائرات المسيره او موضوع تداخل الاشارات الجي بي اس اللي هو هذا هم نفد موضوع مهم ممكن ياثر على الطائرات في اتجاهاتها. هذه ممكن هم بحسب يعني حسب يعني خلينا نقول لوائحهم ومعاييرهم ما فوق ال 32 هم مأمنين من هذه الثلاث مخاطر، اما تحتها لا هم خطره. فلذلك هم استمروا بهذا الحظر الظاهر حسب حساباتهم الإماء السياسيه او غيرها انه ممكن هذه الامور تستمر لسنوات قادمه. فلذلك يعني الموضوع بأبعاد سياسيه اتخذ هذا القرار. الموضوع بأبعاد سياسيه أكيد طبعاً، هو البعد السياسي هو السبب. البعد السياسي أنه منطقة متوترة، منطقة حروب. إحنا دائماً الطيران أهم شرط بالطيران المدني هو السلامة. فمن تنفقد من ينفقد عنصر السلامة ما يصير عندنا طيران مدني. فلذلك هو بحساباته حسب هذا 32,000 قدم. هل تأثيرات الاقتصادية على العراق؟ نعم تأثيرات جبنة. إحنا مثل ما تعرفين موضوع عبور الطائرات فوق الأجواء العراقية يدور على ميزانية هذا التأثيرات الاقتصادية. هذه النقطة بالتحديد راح أناقشها مع الدكتور عادل، حياك الله من جديد. شكت العراق راح يخسر من هذه التداعيات؟ بالبداية تحية لك وشكرا للاستضافة، وتحية لضيفك الكريم الأستاذ فارس. إحنا الأجواء العراقية تدخل بها بحدود 300 طائرة يوميا، يعني تقريبا 300 طائرة. الأجور اللي كانت تستقطعها شركة الملاحة بحدود 400 إلى 500 دولار يوميا، هذا تشكل مبالغ كبيرة جدا. بالتالي راح تكون هناك إيرادات
للعراق وترفد الخزينة العراقية. هذا حجم الإيرادات. أمريكا طبعاً إذا تريد تحاربنا تحاربنا بعدة طرق. المشكلة إحنا في عام 1977 أعطي صلاحيات من الكونغرس الأمريكي للرئيس الأمريكي مطلقة. يعني لو تلاحظين العقوبات اللي صدرت على أكثر من 180 دولة صدرتها أمريكا بشكل فردي، يعني دون الرجوع للأمم المتحدة أو المنظمات الأممية. لذلك إحنا العقوبات اللي خلوها على العراق هي بها جنبة سياسية كبيرة جداً، الغاية منها إضعاف العراق، الغاية منها إنهاك الاقتصاد العراقي. بس إحنا العراق ضعيف من هذه الناحيتين؟ طبعاً إحنا اقتصادياً المسيطر علينا الفيدرالي الأمريكي، الخزانة الأمريكية تأخذ فلوسنا، إحنا نبيع نفط وما يأخذوها، يطولنا بالشهر بحدود 4 إلى 5 مليار دولار من واقع 11 مليار دولار تصدير نفط إحنا ننطي. فلذلك كل ما تقل إيراداتنا راح يتأثر علينا. خلينا نرجع لموضوع الحظر. هذا الحظر نهايته لحد 2027، ويا عالم هل من الممكن أن يتمدد لو راح ينتهي ب 2027؟ شنو التداعيات الاقتصادية على العراق؟ التداعيات راح يقلل الإيرادات بالنسبة للشركة وللعراق. ايش تقريبا راح تقل؟ يعني مبالغ لو نريد نحسبها مبالغ كبيرة جدا. هذا راح يسبب ضرر للخزينة العامة. يعني احنا اعتمادنا على النفط والموازنة مالتنا مبنية على اقتصادنا الريعي للنفط، احنا ندور عن بدائل هسه، نبحث عن بدائل غير النفط حتى نقدر نصير ديمومة في تسيير امور الدولة من خلال الموازنات التشغيلية والموازنات للعام 24 و25. ايرادات غير نفطية خصوصا في ظل التوترات الأخيرة اللي موجودة بالمنطقة. سين، كم عقد تم توقيع بين وزارة النقل والخطوط الجوية ومطارات مع شركات عالمية رصينة حتى تساهم في تطوير واقع النقل والطيران في العراق؟ المشكلة احنا دائما المفاوض العراقي مو جدير بهذا الموضوع. اقول لك والمفاوض مو جدير لو ما يملى على المفاوض غير جيد. هو لا طبعا بالتأكيد المفاوض ما يحكي كيف، لازم اكو الى مرجع يحكي، وهذا هو السبب الرئيسي. احنا لو جنابش طرحتي نقطة كلش حساسة وقوية، لو كان عندنا هناك شركات رصينة مثل اللي بتهانزر غيرها الألمانية الأمريكية ما حد يقدر يعاقبنا. احنا عقوباتنا اللي نزلت علينا هسه ممنوع الخطوط الجوية تطب لأوروبا، شغلات بسيطة جدا. يعني انا في وقتها اتذكر شركة سي او تي هي اللي خلوها دولة ثالثة تنزل بها الطيارة العراقية بأوروبا، تفحصها هاي الشركة بالتالي يلا تقدر تدخل أوروبا. هاي في أعتقد في جنوب السويد سمحوا للطيارة العراقية، نزلت الطيارة العراقية. لا شنو اللي صار بعدين؟ هسه أحكي لك، نزلت الطيارة لقوا بها آثار دخان ما جقاير، لقوا بها مكالمات بيناتهم حكي يعني خارج الموضوع مال الطيران، سببوا لنا عقوبات من ذاك اليوم لليوم يمددوها. فهسه احنا بنقول يعني هسه العقوبات بسبب تدخين في الطائره؟ طبعا طبعا، احنا طياراتنا مطابقه للمواصفات، طياريننا مدربين احسن طيارين بالعالم، لكن اللي صار انه احنا قالوا انتم قاعد تدخنون بالطياره وانتم قاعد تدخلون مدنيين للطياره للمقصوره، وبالتالي هاي راح يسبب اضرار وخطر وما اعرف ايش اعذار واهيه. لا هي مو واهيه، يعني شخص يدخن بالطياره هذا مو يهدد السلام؟ ممكن عقوبه، ممكن عقوبه توبيخ للطيار للطاقم، بس ما احرم الخطوط الجويه العراقيه قطاع كامل. ترى هنا الموضوع اختلف، استاذ فارس قال ابعاد سياسيه، حضرتك تشوفها ابعاد سياسيه لو ابعاد تتعلق بالمهنيه والسلامه؟ لا، بالمهنيه والسلامه بالنسبه للخطوط الجويه العراقيه على حرمانها من دخول اوروبا، لكن بدخول الاجواء العراقيه، عدم دخول الطيارات الامريكيه والمتحالفه معها، هذا لا. هذا بس قبل لحظات قلت ممكن عقوبه الطيار والطاقم، اي مو توصل للحظر؟ اي ممكن. اذا هذا بيبعد سياسي لو ما بيبعد؟ بيبعد اخر. يعني احنا اكو ناس ما قدرت بذاك الوقت تروح تفاوض اوروبا تقول لهم تعالوا تجسسون، ليش تحاسبوننا ما تحاسبون الطاقه؟ اذا حاسبتوا الشركه. اذا الموضوع اقتصادي لانه انت تحتاج تروح ترانزيت مقصود تدفع
مقصود تدمير الخطوط الجويه العراقيه. من مقصود؟ من الاناس اللي ما قدموا شكوى ضد منظمه. من هم الناس اللي من المسؤول عليها الخطوط الجويه؟ منهم يعني ليش مسميهم مسميات؟ احنا في وقتها حكينا وطرحنا للاعلام وكتبنا للحكومه ترى هذا الموضوع بسهوله ينحل، لكن ما قبلوا. كانوا طبعا كانوا هم مسيطرين على الخطوط الجويه العراقيه، فلذلك ما كتبوا بها وخلوا الطائر الاخضر لحد اليوم. زين استاذ فارس، يعني هل تتفق مع دكتور عادل فيما تفضل؟ الموضوع هسه يتعلق بالمهنيه والسلامه، والموضوع ازمه سياسيه بها جنبه اقتصاديه ربما، وين المشكله حتى نستطيع معالجتها وبالتالي تدور على العراق اموال جيده تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي بالعراق؟ لا هسه هو الموضوع اختلف، من حكينا على الخطوط الجويه العراقيه والحظر الاوروبي، هذا اختلاف كامل عن الموضوع الرئيسي. صحيح. الحظر الطيران الامريكي. صحيح. خليني ارجع بس اوضح للراي العام ولحضرتك وللاستاذ حجم الخسائر الاقتصاديه اللي راح يتعرض او يتعرض لها حاليا ميزانيه الدوله العراقيه من تقليل الايرادات اللي توصل اللي كانت توصلنا عبر مرور هذه الطائرات. بالإشارة إلى التقرير الأخير مال شهر أيلول اللي صدرته شركة المطارات العراقية، بالتقرير مرت عبر الأجواء العراقية بحدود 600 طائرة خلال الشهر. هذه 600 طائرة كل طائرة تمر فوق الأجواء العراقية يجب تسديد مبلغ $450 عليها. هذا المبلغ ال $450 حسب آلية معينة في نظام الإياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي تروح بخزينة الدولة العراقية. فنضرب 450 في 600 طائرة في 30 يوم في 12 أو في 30 يوم راح نوصل إلى رقم وقدره $8 مليون سنويا أو شهريا عفوا. هذا ال $8 مليون احنا فقدناها أو فقدنا 70% أو 80% بشهر 10. فإذا هو أكو هذه الجنبة السياسية والجنبة الأمنية في هذا الموضوع، موضوع التوتر اللي موجود بالمنطقة، خسر الاقتصاد العراقي مبالغ كانت تدخل للميزانية. هذه المبالغ كانت تروح إلى قطاع الطيران الذي هو في حاجة إلى هذه المبالغ لتطوير معداته، لتطوير البشر اللي موجود عنده. هذا التطوير ممكن جزء من عنده يروح للخطوط الجوية العراقية. بالعودة إلى سؤالك ليش الخطوط الجوية العراقية محظورة؟ لا لا لا، قبل ما نروح للخطوط الجوية بس عندي مداخلة بسيطة ويا حضرتك. هذا الحظر التجاري فقط يشمل العراق؟ ما أنت حضرتك قلت المنطقة كلها ملتهبة، أم تشمل دول أخرى جارة للعراق؟ شوفي المنطقة، احنا من دا اقول المنطقة، هي المنطقة شنو؟ منطقة الحرب التي انفرضت على العراق وبلاد الشام ونتيجة التبادل اطلاق المقذوفات والصواريخ بين ايران وبين الجانب الصهيوني. فهذه المنطقة معناتها انه يجب ان تتوقف او الطيران بشكل يعني بشكل امن حتى يطير. فلذلك مثلا اكو شركات قلت لك خاص يعني بقرار خاص من عندها وقفت. هسه القرار عام، يعني هل تعلمين نفس الاتحاد الاوروبي الياسا نفس الحظر موجود على الاجواء العراقيه بس بارتفاعات اقل. الارتفاعات اللي فرضتها الياسا الاتحاد الاوروبي على طائراته ب 26,000 قدم. اذا احنا هذه كلها خسائر اقتصاديه. ارجع اتفق مع ضيفك الكريم في موضوع الحظر الاوروبي. الحظر الاوروبي مو موضوع سياسي، ما له علاقه بالسياسه، له علاقه بالمهنيه. الحظر الاوروبي يتجدد علينا كل 6 شهور، شهر 5 شهر 6 5 من كل سنه وشهر 11. يعني احنا متوعدين شهر الاخر يتمدد علينا الحظر. ليش؟ لان اكو احنا من ضمن الدول التي تفقد شركاتها نظام السلامه في طيرانها. ماذا تعني فقداننا للسلامه في الطيران؟ معناته انه احنا ما ملبين لوائح ومعايير الاتحاد الاوروبي في سلامه الطيران. جزئية التدخين ولا جزئية، هذه جزئيات راحت في وقتها بال 2015. لكن أستاذ فارس إذا تتذكر حضرتك في لقاء مع حضرتك قلت لي أكو اجتماع كان قريبا، هذا قبل أشهر، وقلت إن شاء الله الأمور تتحسن وربما يرفع الحظر. شنو اللي صار بعد هذا الاجتماع؟ وربما
يعني وربما ولحد الآن نتمنى. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا الناس اللي موجودين مدى يعرفون طريقة الحل. يعني إحنا جابوا لجان من الإيادة، اللجان هذه جتي بال 2016، جتي بال 2019، وحاليا بال 2024 نفس اللجنة موجودة وده يتعاقدون وياها الجماعة بملايين الدولارات. هاي اللجان تضع توصيات، توصيات عبارة عن ورق مكتوب به خطوات الحل. خطوات الحل ما المفروض تبقى على الورق، المفروض تطبق على أرض الواقع. إحنا الجماعة بالخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل لا تطبق هذه الخطوات على أرض الواقع، لذلك استمر الحظر. زين ليش ما تطبقها؟ أستاذ فارس هسه حضرتك استشاري، لماذا لا تطبق هذه وننتهي من هذه، نطوي هذه الصفحة خلاص نغادرها؟ التطبيق، تطبيق التوصيات مثلا على سبيل المثال، طالبين الاتحاد الأوروبي ونفس اللجنة طلبت من الخطوط الجوية العراقية فجزئية واحدة، جزئية صيانة الطائرات. زي. المفروض عندنا مركز صيانة متطور، هذا المركز معتمد من الياسا يعني من الاتحاد الأوروبي ومعتمد كذا من الدول الباقية على مود نسوي صيانة دورية للطائرات ونسوي عليها التفاتيش. هذا المركز ما عندنا. قالوا طيب إذا ما عندك مركز شوف لنا تعاقد مع شركة رصينة تسوي لك هذه الصيانة. اثنين، عندنا موضوع يتعلق بخلينا نقول يعني موضوع ان هيكلية الشركة، هيكلية الشركة ونوعية البشر العامل به. اكو مواضيع إدارية لوجستية. يعني ايش تقصد بنوعية البشر العاملين، دراستهم ومؤهلاتهم؟ يعني شوفي احنا الخطوط الجوية العراقية عدد الكوادر اللي بيها 5000 شخص. زين. طبعا 5000 شخص هذا رقم كبير جدا، لكن هذول ال 5000 كم من عندهم نستفاد من عندهم في طيران الرحلات الجوية؟ يعني احنا اكو قسم من عندهم خلينا نقول عمالة زايدة نتيجة تعيينات وزارة النقل، هذه ما لنا علاقة. لكن اكو مواضيع لها علاقة في انه من يتحمل قسم السلامة في شركة خطوط الجوية العراقية، من يتحمل قسم التوكيد الجودة، هاي الاقسام مهمة جدا بالنسبة لسلطات الطيران في تقييم أداء الشركة. نعم. إحنا هذه التقييم الأداء يصير على شكل ورق، هذا الورق يرسل للاتحاد الأوروبي يقرأ إذا صح كل المعايير مطبقة يرسلون فريق من عندهم يجي تشيك هذا الموضوع مطبق على أرض الواقع. إحنا ما وصلنا لهذه المرحلة. ما وصلنا لهذه المرحلة معناته كل الورق اللي عندنا مو حاضر. ما يحتاج. فلذلك نشوف كل 6 أشهر يتمدد الحظر علينا. دكتور عادل ما يحتاج إلى أنه جهد كبير إلى أنه نوصل لهذه المرحلة أبداً. يعني عاد وين المشكلة؟ المشكلة ماكو إرادة حقيقية لرفع العقوبات عن الطيران العراقي. أكو جهات مستفيدة، أكو ناس مستفيدين من هذا الموضوع، أكو شركات عاملة المستفيدة. شركات عاملة اليوم إحنا نعمل تحت غطاء دولة وحكومة، لو نعمل تحت الجهات المستفيدة. قبل شوية طرق ضيفك الكريم إلى موضوع أنه الناس اللي موجودين مو كلهم يعني اختصاص بهذا المجال، وهذا موجود بالخطوط الجوية العراقية. إحنا أكو هو طرح موضوع حلو كلش، قال جت الشركات شيكت اعطتنا قواعد امتثال، امتثلوا هذا. ليش وهنا السؤال يقولي ماكو إرادة؟ يعني كلمة الماكو إرادة والله المواطن ما يفهمها، يقول لك شنو ماكو إرادة؟ ورقة نفذ لياها حتى أرفع عنك الحظر، انتهى الموضوع. الامر بهالبساطه لو انه هسه اعلى سلطه بالخطوط منه رئيس سلطه الطيران، تمام؟ زين. والوزير، وزير النقل، لو كلهم اتفقوا على ان يخرجون العراق من العقوبات تدخل الطائرات العراقيه الى اوروبا بامكانهم يسووه بشكل بسيط. تتوقع راح نشوفه قريبا؟ والله اتوقع، لانه حاليا العراق متجه نحو تقليل الفساد، تقليل الروتين. اكو صار عندنا عمل حقيقي، عندنا تطور يعني بالمجال الاداري صار. فالانسان الناجح اللي يدير سلطه الطيران او يدير اي مؤسسه بالعراق اذا يلتزم والله يحقق. سمعت حاله غريبه تتعلق بسلطه الطيران او بالاقتصاد فيما يتعلق بالمطارات؟ اكو فشي رصدته؟ لا، هو طبعا الـ هذا اللي عندنا هسه العقوبات كلش كافيه،
احنا متاخرين عن العالم هواي. فساد منا منا رشاوى ابتزاز كومشينات اكو الكثير ومطروحه ونقراها يوميا احنا في كل المواقع والسوشيال ميديا ترى ما يخفى عليها شيء. بس مو كل المعلومات بالسوشيال ميديا صحيحه، مو كلها صحيحه، لكن كثير يعني كثير موضوع معين تلفت النظر تسلط الضوء على جزئيه بسيطه ممكن احنا نحصل منها على. ست حضرتك معلومة. اكيد مسافر الى غير بلدان، شنو رايك بواقع الطيران في العراق؟ مو يعني هسه انت كمواطن وسافر مثلا، مو بالمستوى شكت مو بالمستوى كثير. خل احكي لك واقع صار. احنا رحنا طرنا دبي، جينا من دبي للعراق ننتظر الطياره يمكن بحدود النص ساعه متاخره عن الوقت. بالعالم ماكو هذا، يعني انت طيارتك ونص تطلع ونص خلاص، مو ضل تنتظر الى ان تصير تعبر فوق النص بعشر دقائق، يعني ساعة 40 دقيقة تقريبا. زين أستاذ فارس، إذا أكو خروقات هواية والمواطن جاي يشكو تأخير بالرحلات، واقع المطار ليس جيد، هنالك الكثير من المشاكل اللي المواطن جاي المسس، المواطن ما يعرف أكو حظر ولا ما يعرف أكو حظر، أكو إرادة، أكو كل هذا المواطن بعيد عليه، بس جاي يشوف شوف عين واللي جاي يشوفه ما مقتنع به. شلون راح نستطيع ان ننهض؟ اليوم اكو اصلاحات في وزاره النقل واكو اهتمام فيما يتعلق بالمطارات، سلطه الطيران والحظر الجوي والان الحظر التجاري، ممكن راح نشوف واقع افضل من اللي واقع اللي كنا به لو لا؟ خليني اقول لك اني ما متفائل بصراحه، يعني لان انا مراقب هذا الوضع صار لي سنوات، وهذا الوضع مراقبه ودائما نجي نقول نشخص الحاله ونحط الرؤيه للحلول ونضعها قدام المسؤول، ومثل ما تفضلتي انه الموضوع يحتاج اراده على مود الموضوع انه يمشي بشكل صحيح حتى نقدم خدمه صحيحه للمواطن. اولا موضوع الحظر الاوروبي، يعني احنا هاي السنه يعني بعد شهر اعتقد يعني الادل يعني خلينا نقول الواقع يشير لأنه ماكو رفع، لأن ما حد يجي لجان من أوروبا تقيم عمل الخطوط. لكن أستاذ فارس سنة جاية، عذرا للمقاطعة فقط هذه المداخلة، اليوم أكو عمل حقيقي في مطارات في مطار بغداد، هنالك أكو توسعة وهنالك أكو كوادر عاملة، هذه كلها ما ممكن تحسن موقع العراق. يعني وزارة النقل جاي تشتغل، فسؤال لحضرتك ممكن يتبدل الواقع وفق هذه المعطيات لو لا؟ أنا دا أحكي هسه على النقل الجوي، فالنقل الجوي باقي الحظر، موضوع تغيير المدراء والإدارة اللي كل ساعة احنا مغيرين مدير، وعندنا طائرات عاطلة، أدوات احتياطية ما عندنا، طيراننا قليل جدا بحجم الأسطول اللي عندنا، أسطول عندنا من 39 طائرة واحنا نطير بهم بس بالدول الإقليم، لا نقدر نوصل أوروبا، ما عندنا رحلات لأمريكا، لا عندنا رحلات شرق آسيا يمكن بس للصين، فهذا الموضوع هو اللي يخليني ما متفائل جدا حاليا. لكن اذا اكو تغيير، احنا شنو التغيير؟ التغيير هو بالادارات العليا وليس بمدراء الاقسام او حتى مدير شركه. هل تعلمين يا سيدتي انه موضوع الشركه النقل الجوي في كل العالم يديره مجلس اداره، مجلس اداره تخصصي يضم ناس متخصصين بسياسات النقل الجوي، بصيانه الطائرات، بالتسويق، بكذا. احنا ما عندنا مجلس الاداره مو عامل، كل اللي يتحمل المسؤوليه مدير الشركه. نعم. مدير الشركه من يطلع الشركه تضيع، ماكو شيء. مدير الشركه ينتخب من الناس اللي موجودين من الشركه يدير الاعمال اليوميه. طيب. اما رسم الخطط من مجلس اداره. اذا احنا عندنا نقص في تفعيل موضوع مجلس الاداره، هذا في موضوع النقل الجوي. في موضوع المطارات نعم في خطوه اصلاحيه من الحكومه العراقيه، فصلت اداره المطارات عن السلطه، كانت تدار بالسلطه وهذه مخالفه حقيقيه للطيران. نعم. لقانون الطيران الدولي. اما هسه الشركه تدير المطارات تحاول تديم عمل المطار، ولكن ما تطور عمله. صح مطار بغداد هسه حاليا. نعم. تاخذ مؤسسه التمويل الدوليه، ولكن قبل يومين لجنه النقل والاتصالات بالبرلمان العراقي طلعوا لنا هذا القانون وطلعوا عليه خفايا وعيوب، يمكن احنا بعد 4 سنوات ما راح نشوف اي تعديل في مطار بغداد، لان هذا جايبين مؤسسه، هاي المؤسسه ماخذه $500,000 على متعد ورق تسوي تندر، والتندر راح ينعرض بشهر 3 بال 2025،
لشركات، يعني ال 25 كلها تجي شركات تقدم على هذا الموضوع، وبعدين من تقدم على الموضوع يراد لها 4 سنين فقط تبني صالة وتعدل بالمطار القديم. طيب مو هيك تدار الأمور، ما هكذا تدار الأمور بجلب الفكرة. بجلب الاختصاص. شكرا واعتذر على المقاطعة. البحث والاستشاري في شؤون الطيران الأستاذ فارس الجواري، شكرا جزيلا. أيضا الخبير الاقتصادي الدكتور عادل الدلفي، شكرا جزيلا على كل ما تفضل فيه. ملفنا الثاني راح يكون عن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية للحد من التلوث في العاصمة بغداد، راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. مع استمرار انتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد الذي أثارت قلق المواطنين، الداخلية تتخذ عدة إجراءات صارمة لمكافحة تلوث الهواء. أبرز تلك الإجراءات غلق المعامل الغير مجازة وتفعيل دور الشرطة البيئية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضد جميع المخالفين. وزير الداخلية وجه بإغلاق معامل الطابوق الغير مرخصة بإغلاقها، لأنه تأثر على البيئة وتأثر على الجو. أعتقد رغم أنه هي إجراءات نوعا ما متأخرة، ولكن ممكن أنه تحد من نسبة ارتفاع تلوث بهواء بغداد، على اعتبار أنه اليوم المصانع مع تمدد العاصمة بغداد المصانع صارت في قلب المدن، مصفى الدورة، مصانع الطابوق وغيرها، إضافة إلى التمر الصحي موجود بوسط المدن. أعتقد ممكن هذه الإجراءات أنه تخفف ولو نسبيا، لكن تحتاج إلى متابعة أكبر لمناطق أخرى للتمر الصحي للمصانع. رئيس الوزراء يشكل لجنة لتدوير النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركات الأجنبية للحد من انتشار التلوث. ومع هذه الإجراءات الحكومية، مختصون يطالبون بنقل جميع المعامل والمصانع خارج العاصمة لما تسببه من آثار صحية وبيئية على المواطنين. لا يمكن بقاء المعامل التي تحدث تلوث كبير جدا بالهواء داخل المدن أو حتى عند أطراف المدن، لذلك ما يجب أن تتخذ الحكومة سلسلة إجراءات للحد من تلوث الهواء، وأولها نتحدث عن العجلات الكثيرة في شوارع العاصمة، كذلك المعامل المرخصة وغير المرخصة. ويمكن أن نقول بأن اليوم لدينا عاصمة فعلا تمتاز بتنقية الهواء نسبة معينة وليس بصورة عامة. أبرز ما جاء في قرارات مجلس الوزراء: إنشاء مطامر نظامية في بغداد والمحافظات وفقا للشروط البيئية، فضلا عن إيقاف حرق النفايات بالطرق التقليدية التي تسبب بتلوث الهواء. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. بعد ما تابعنا وياكم هذا التقرير عن آخر إجراءات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتلوث الهواء، رح نناقش هذا الملف مع ضيفنا الكريم مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط الدكتور المهندس سنان جعفر. محمد حياك الله. أهلا وسهلا. يعني بداية، تعددت الأسباب والأزمة واحدة، شنو سبب هذه الأزمة؟ أزمة تلوث تجتاح العاصمة بغداد بشكل مخيف. نعم، الأزمة بتفاصيلها هو سحابة من مجموعة ملوثات انتشرت فوق العاصمة بغداد. الأزمة هي ليست بجديدة، الجديد في الموضوع هو شدتها وامتدادها على مدى زمن يمتد لحوالي خمسة أيام الماضية. ما سبب الأزمة هو تضافر مجموعة من العوامل الصناعية أو التشغيل السيء للمنشآت الصناعية، وإهمال في مجال إدارة المخلفات الصلبة وتجاوز على الأماكن المخصصة لحفظ هذه المخلفات وطمرها، وكذلك مساهمة الظروف الجوية والحالة الجوية التي شهدتها أجواء العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية. حضرتك قلت الأزمة ليست جديدة، ايش قصالها؟ الأزمة هو قصدي من عندها أنه هو تحدث كانت سابقا، أن تكون هناك سحابة أو تكون هناك رائحة معينة تشبه رائحة الحرق في أجواء بغداد. الجديد بالموضوع أنه هذه سابقا كانت تكون على مدى ساعات المساء المتأخرة وساعات الصباح الباكرة. المشكلة اللي صارت، الجديد اللي يستجد، هو استمرار هذه الظاهرة لأيام متواصلة. سبب هذه التواصل والتواتر هو وضع مناخي معين خاص بحالة الطقس، هو اللي خلاها تستمر إلى فترة أطول مما
اعتاد الناس عليه بال يعني المواطن يعني يسأل يقول لك هي بالحالتين يعني هي مسببة للأمراض هسه إذا كانت على بالليل وساعات الصبح وإذا كانت هسه بصورة مستمرة أي وزارة البيئة جاي تنتظر معالجتها من كانت الأزمة طفيفة تمام هذا التساؤل جدا دقيق لكن لابد من التفريق بين مدة التعرض لساعات محددة وزيادة الخطورة بزيادة ساعات التعرض. بالنسبة لنا لوزارة البيئة بداية خلينا نعرف واجبات وزارة البيئة بحسب ما أقر لها القانون ومساحة حركتها تجاه المشاكل البيئية. وزارة البيئة هي جهة رقابية معنية بتحديد مصادر التلوث وتحديد أسبابه وكذلك إحالة المقصرين إلى القانون وتطبيق الإجراءات العقابية بحقهم. مصداق لهذا الوصف هو تشكيل اللجنة اللي شكلها دولة رئيس الوزراء. دولة رئيس الوزراء لما شكل اللجنة خلى المسؤوليات الإجرائية والمسؤوليات التنفيذية بعد ما يعني قصدي بعد ما تم إقرار توصيات اللجنة المسؤوليات الإجرائية كانت من مسؤولية وزارات أخرى كوزارة الداخلية كوزارة النفط كأمانة بغداد. أما مسؤولية وزارة البيئة نحن لسنا في معرض التخلي عن مسؤولياتنا أو سحب يد ولكن هذا ما أتاح القانون لوزارة البيئة في التصدي للمشاكل. إذن وزارة البيئة جهة رقابية تبحث عن مصادر التلوث وعن أسبابه وتحيل الشخصيات إلى القانون للشخصيات المتورطة. نعم. خلينا نفصل الجهة الرقابية ومصادر التلوث شن هي؟ الجهد الرقابي لوزارة البيئة يتفرع في عدة تفرعات. تقوم وزارة البيئة من خلال جولات تقوم بها فرقنا الرقابية في أماكن بغداد المختلفة المناطق الصناعية والمناطق السكنية. أكو بعض الأنشطة تكون قريبة من السكان يعني تعمل بصيغة مشروع على سبيل المثال محلات القصابة وما شابه. هذه تقوم فرقنا الرقابية برصدها ومتابعتها التأكد والتحقق من التزامها بالمحددات البيئية. خلينا نحكي عن الكبريت اليوم. هسه احنا عندنا الكبريت شنو مصدره؟ هل هو معامل طابوق؟ شنو مشكلته؟ تمام يعني تسمية الكبريت واحدة من مخرجات من واجبات اللجنة كانت هو تحليل أو التعرف على حقيقة الملوث. هذا الملوث هل هو كبريت؟ هذا الملوث يعني شاع تسمية الكبريت يعني شيوع غير صحيح. لما رجعنا وحللنا السحابة اللي انتشرت فوق العاصمة بغداد لقينا أنه الكبريت هو مكون واحد من مجموعة مكونات وليس هو المكون الرئيسي وليست السحابة التي غطت بغداد هي سحابة كبريتية. هذا العنوان هذا المسمى هو أخطر مما يبدو عليه. لا شنو؟ هو هسه أنت من تطلع برا تشتم ريحة كبريت. شنو ريحة مكونات السحابة هذه شنو؟ شنو ريحة الكبريت؟ ريحة الكبريت هي الريحة اللي تشبه ريحة الشخاط أول ما نشعل. هاي بالضبط ريحة الكبريت. إذا حضراتكم اشتميتوها في مكان فهذا أنه أنتم قريبين من مصدر يستخدم الوقود الأحفوري من النوع النفط الأسود أو النفط الثاني أو هذا النفط عالي المحتوى الكبريتي. السحابة شنو مكوناته؟ أما اللي شمول الناس خلال الفترة السابقة يعني من هواية سمعنا من عوائلنا من أخواننا على مواقع التواصل الاجتماعي لما شموا هاي الريحة راحوا يدورون إنه شنو احترق. ريحته تشبه رائحة حرق الأشياء حرق المخلفات. هذه السحابة المسؤول عن تكوينها هو مجموعة الأنشطة المخالفة للمحددات البيئية والتي تنتشر في أماكن مختلفة في العاصمة بغداد وتعمل بطريقة غير ظاهرة وغير معلنة يعني بطريقة غير رسمية. أستاذ نعم. سنان أنا تحدثت مع مختصين في هذا الموضوع أكدوا لي أن هذه السحابة تتكون من ثنائي أكسيد الكبريت. نعم. فهسه حضرتك هذه السحابة مما تتكون؟ هذه السحابة بعد إجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية الدقيقة والتي أجرتها كوادرنا وملاكات وزارة البيئة على مدى أيام انتشارها فوق العاصمة بغداد هي ليست سحابة كبريتية. ماكو هيك مفهوم. هذا المفهوم خطير. مو هو اللي موجود هو مجموعة غازات ونواتج احتراق
يعني هذا الكلام مو معناه انه احنا نقلل من شدة الأزمة. شنو هي هذه النتائج؟ يعني هسه مو ثاني أكسيد الكبريت شنو؟ تمام. المواد العضوية بشكل عام من تحترق تولد مجموعة من الغازات، من ضمنها مركبات هيدروكربونية متطايرة، كذلك دقائق عالقة، كذلك جزء من عندها أيضا صحيح كبريت، فمجموعة مركبات ليست مركبا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا، كل مادة تحترق هي تولد فد مجموعة من الملوثات باختلاف وتعدد المواد التي تشتعل، يصير عندنا فد ميكس. عادة هذا يشار الميكس شنو ضرر على المواطن؟ يعني تلوث الهواء هو واحدة من أكثر المشاكل البيئية شيوعا، وواحدة من أكثر المشاكل البيئية كلفة من الناحية الصحية، إلى آثار صحية تأثر على زيادة الأمراض التنفسية من جانب آخر، إلى آثار من ناحية الأمطار الحامضية في حال نزول الأمطار، وكذلك الترسب على يعني أوراق النباتات أيضا، وترسب على التربة يقلل من جودتها بالتأكيد. هو يأثر على التربة ويقلل من جودتها في رئة الإنسان، شو يسوي؟ يأثر بالتأكيد. شنو أضرار على المستقبل القريب والبعيد؟ نعم السؤال دقيق جدا فيما يخص القريب والبعيد. تكرار التعرض ولفترات طويلة ولتراكيز عالية إلى الغازات الملوثة يأثر بحسب نوعية الملوثات وبحسب تراكيزها على رئة الإنسان، ويسبب مجموعة من الأمراض، يعني إذا يسع المجال لذكرها ممكن نستفيض بها. المواطن خايف من الكانسر أجاركم الله، يقول أني ممكن هذا يسوي عندي سرطان بالرئة، نسأل الله وبالتالي فاليوم المواطن من حقه يخاف. بالتأكيد من حق المواطن يخاف، لكن الحالة والتراكيز اللي انتشرت والفترة اللي انتشرت بها لا تستدعي أن تصل إلى حالة الهلع أو إلى حالة الرعب. يعني تصير حالات تلوث، إذا حضراتكم انتبهتوا للبرنامج أو الصور اللي تم تداولها فيما يخص انتشار السحابة الكبريتية، لو نفتح نافذة البرنامج بشكل أوسع راح تشوفين أنه هاي السحابة تغطي الكثير من البلدان والمدن. ما سبب إحساسنا بها هو هاي الظاهرة الجوية. عموما هاي الظاهرة انتهت وتلاشت، الأسبوع ما تبقى من الأسبوع راح يكون الجو أكثر صفاء. حضرتك ما ذكرت لي شنو السبب؟ معامل طابوق، تمر صحي؟ بالعكس، الأسباب تم توثيقها وعرضها في تقرير اللجنة التي شكلت بتوجيه دولة رئيس الوزراء وقدمت. الأسباب هي معامل الطابوق، كور الصهر، الحرق العشوائي للنفايات، وكذلك الأنشطة الصناعية التي تقام وتنشئ بدون استحصال الموافقات البيئية وتشتغل بطريقة مخالفة للمحددات البيئية. وإن كانوا الرقابة عليهم؟ الرقابة البيئية موجودة والرقابة البيئية متابعة. ما كان ينقصنا هو إنفاذ قرارات وزارة البيئة. وزارة البيئة بحاجة إلى إسناد أمني أكبر مما هو متاح، وهذا ما وفرته أعمال اللجنة المشكلة بتوجيه دولة رئيس الوزراء. اللجنة بصراحة وما أقر من مقرراتها ساهم بتصحيح بوصلة العمل البيئي في يعني الدولة بشكل عام. صوتكم كان مسموع بعد ما صارت الكارثة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بأنه شنو هذه الرائحة، والمواطن بدأ يعني يتضجور ويضوج من هذه الرائحة. يلا بذاك الوقت أبداً شكلت اللجنة بالتأكيد، هذا يحسب أنه شكلت كاستجابة لما يحتاجه المواطن. ولكن مسؤولية حماية البيئة هي ليست مسؤولية وزارة البيئة فقط، مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية الجميع، هي مسؤوليتنا كأفراد ومسؤوليتنا كمؤسسات ومسؤوليتنا كمؤسسات دولة أيضا. تعرفين حضرتك كل وزارات الدولة فيها أقسام معنية في الشأن البيئي، هذه الأقسام من واجبها أن تقدم ما تراه ذو حاجة بالنسبة لوزاراتها في تحسين الواقع البيئي. مشكلتكم صلاحيات لو أموال؟ لأن الظاهر صوتكم ما جاي يوصل بالوقت الصحيح لمعالجة أزمة أنتم شخصية سابقا. نعم مشكلتنا تتعلق بوضع وزارة البيئة بشكل عام. وزارة البيئة كانت مدمجة مع وزارة الصحة. وزارة البيئة تعرضت بنيتها التحتية أيام دخول داعش والمواجهة البطلة التي خاضها أبناء الشعب العراقي في مواجهة هذه العصابة المجرمة، تعرضت بنية الوزارة إلى الكثير من الدمار. مختبراتنا في المحافظات التي كانت مسرحاً للعمليات دمرت بالكامل، كانت بها مواد كيميائية
كانت بها أجهزة مختبرية، فهذه كانت من أول المنشآت اللي تم استهدافها. كذلك قرار الدمج مع وزارة الصحة أسهم في إضعاف الوزارة. الآن بعد أن أفردت حقيبة وزارة الصحة ضمن حكومة السيد السوداني، بعد أن أفردت بدأت الروح تدب في مفاصل هذه الوزارة، وبدأت تتحرك للملمة جراحة مثل ما يقال، وتعود إلى المسار الطبيعي في إجراءات وزارة الداخلية. نعم. هل راح ترفدكم بما تحتاجونه؟ أنا بس نقطة إضافية، وزارة الداخلية أدت دور جدا كبير، يعني راح أوضح لحضرتك. يعني واحدة من النقاط اللي اشتغلت عليها وزارتنا هو تقديم مقترح لتعديل القانون. القانون اللي تشتغل به وزارة البيئة في الوقت الحالي هو قانون رقم 27 لسنة 2009. الواقع البيئي، تغيرات المناخية، التحديات اللي يشهدها البلد تغيرت بشكل كبير وكامل، التحديات التي يشهدها العالم. فنتيجة لذلك أصبح القانون غير قابل على تغطية أو استيعاب التحديات البيئية التي تواجه. ليش القانون ما يقدر يلبي الطموح اللي حضرتك؟ كإجراءات غلق، كصلاحيات للمكاتب الاستشارية التي تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة لغرض منح الموافقات البيئية، هناك الكثير من المفاصل المهمة التي عجز القانون بصيغته الحالية على استيعابها بالكامل. قدمنا قانون مقترح لتعديل القانون بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية. نعم. والحمد لله يعني تمكننا من قراءة القانون بالقراءة الأولى، ونحن نعمل على الإسراع بقراءة ثانية تمهيدا لإقراره. قبل ما نروح لدور وزارة الداخلية، هذه نقطة تحسب لوزارة البيئة. نعم. شنو خططكم على المدى القريب حتى المواطن يستطيع أن يلمس واقع يختلف عن الواقع بخصوص السابق؟ بخصوص البيئة بشكل عام. بخصوص البيئة، يعني فرقنا البيئية ضمن الإمكانات المتاحة لها تتجول في شوارع العاصمة، بالنسبة لبغداد على الأقل تتجول في شوارع العاصمة وترصد الحالات البيئية، وكذلك تستقبل الاتصالات من المواطنين في الإشارة إلى المشكلات البيئية وتستجيب لهذه المشكلات وتتخذ الإجراءات. 30 ثانية، دور وزارة الداخلية. وزارة الداخلية أدت دور كبير جدا، نحن نعول كثيرا على الإسناد الذي تقدمه وزارة الداخلية في إنفاذ القرارات التي تتخذها وزارة البيئة ضمن قانونها. وزارة البيئة قامت بتنفيذ حملة كبيرة في اليومين الماضية في غلق 30 موقع من كور الصهر التي تعد واحدة من أكبر بؤر الإساءة إلى الواقع البيئي العراقي. نحن نعمل بالشراكة مع شرطة حماية البيئة، ونحن شركاء فاعلين ومتميزين في العمل البيئي. شكرا جزيلا مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط الدكتور المهندس سنان جعفر محمد، نسأل الله لكم التوفيق. شكرا جزيلا للجميع إن شاء الله. ختام حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التلوث في بغداد، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.